السلام عليكم، تحياتي يا جماعة، معاكم مكشة بحييكم. حبيت أوريكم فسحة الكلاب والوقت المناسب اللي أنت تقدر تفرج كلبك فيه. إيه هو الوقت المناسب اللي أنت تقدر تفرج كلبك فيه؟ الوقت اللي فيه ظل عشان تحافظ على كلبك وتقدر تستخدمه صح وما يتعبش. بس يا صخر، بس يا صخر، عشان تقدر تحافظ على كلبك وتستخدمه إن هو ما يتعبش وبرضه يبقى طلع خد فسحته وعمل حمامه بعد طبعا ما اتكلمنا، قلنا الحمام ده بعد الاكل بربع ساعة او 10 دقايق بالكتير. طبعا زي ما انت شفت هما كلك دلوقتي طلعوا عملوا حمام، كل واحد فيهم عايز يلعب، عايز يشم هوا، عايز يغير جو. بيوتن بيوتن بيوتن، كل واحد فيهم عايز يغير جو بطريقته، بمعرفته، بالطريقة اللي هو حبيبها. كل واحد عايز يشوف نفسه، عايز يتعامل بدماغه. هما دلوقتي في وقت الفسحة، انت بس ما تخرج كلبك او كلاب شرسة انت عارف ان هي شرسة، تبقى مأمن عليهم كويس، تبقى عارف ازاي ان انت تقدر تسيطر على الكلب من غير ما يأذي حد. انت فين؟ انت فين يا ابني؟ انت فين؟ طبعا هنا الاستاذ زبادي، معرفش كان فين وجه، عسل زبادي طبعا زي ما انتم شايفين. بس يا زبده، معانا جرون اتنين اهمت. بس الجراوي دي على فكره يا جماعه مالهمش دخل بال، مفهومش اي انواع جيرمان ولا كلام من ده. طبعا الجراوي عيال زي ما حضراتكم شايفين، كله بيلعب، كله عايز يلعب. هما مهتمين باوسكار شويه عشان اوسكار حنين معاهم. طبعا كمربي كلب او مربي كلبك، انت دارس شخصيته وعارف هو بيحب ايه، بيكره ايه، بيهاجم مين، ما بيهاجمش مين. طبعا مش من المستحب ان انت تهيئ الكلب لمشاكل مع الكلاب، لانه بالتالي بالطبيعي مش هيشتغل معاك الاوردر اللي انت عايزه او يشتغل جارد فريند معاك طول ما هو بيتخانق مع كلاب. فانت لما تحافظ على كلبك، هو دلوقتي صخر بيلعب اهو، هو عايز حد يلعب، بس هما بيحب لعب اوسكار عشان اوسكار حنين معاه. حتى زبادي رايح عنده مش بيقول له يا عم ما تلعبش معايا، ده اللي رزل شويه. بس يا صخر، فطبعا زي ما انتم شايفين انت لازم تخرج كلبك في فسحته وتسيبه يطلع يشم هوا ويشم ويشوف نفسه ويلعب الشوية اللي بيلعبهم، وتكون محافظ عليه دايما من الحشرات. طبعا الصيف داخل علينا، مش هنوصيكوا على موضوع الحشرات والكلام ده. حاول تنظف دايما مكان كلبك، ما يبقاش في اي ريحة كمكمة ولا ريحة حاجة تزهق، يعني تعمل ريحة فظيعة في المكان او تخلي كلبك مثلا يتنقل له اي حشرة بسبب الريحة دي. بتستخدم رش معين لكلبك، بتحمي كلبك مرة، ولا اوسكار ارجع له، بتحمي كلبك مرة في اليوم او مرتين زي ما انت تحب. دي ملهاش علاقة. طبعا بتحاول تحبب الكلاب في بعض زي ما انتوا شايفين كده، زي ما قلنا بنحاول نحبب الكلاب دايما في بعض، ما بنحاولش نكرههم في بعض، لان هم ان كانوا بيحترموا نفسهم قدامك فمش هيعملوا مشاكل قدامك اكتر ما يعملوا مشاكل من وراك. فانت دايما تبقى محافظ على كلبك، بتفطره فطاره مظبوط، بتطلعه الساعه زي ما انتوا شايفين الكلب نفسيته بتهدى، الساعه اللي انت بتخرجه فيها طبعا يفك نفسه، ودي بتفرق معاه كتير جدا مع الشغل مع حضرتك. الكلب بيحس ان هو بيعمل حاجه جديده في يومه، مش كله تدريب تدريب تدريب، لا لازم اطلعه يشم هوا. هو له نفسيه زيك بالظبط، انت بيجي عليك وقت ما انتش حابب الشغل، مش عايز تشتغل، مش في حاجه مضايقاك. طبعا انت بتحاول توصل لتفكير كلبك، بما انك راجل ليك عقل وانت اللي بتحافظ عليه وانت اللي بتمشيه وانت اللي عارف سلوكياته. فطبعا بامر الله تحاولوا تستفادوا من حاجه انا بقدمها لحضراتكم، وبامر الله هنزل لكم طريقه استخدام الحمام لو انت بتحمي الكلب بقى الصيف داخل، واوريكم شغل ليهم طاعك كويس جدا كتير جدا. انتظروا مني حلقات كتير. اسف ان انا مش واضح في الكاميرا، بس انا اللي حبيت اصور لكم الاوردر ده. بامر الله بامر الله، انتظروا شغل جديد احنا بنتقدم بيكم. شكرا لشخصياتكم العظيمه، بحبكم جدا. كان معكم اخوكم مكشه، بحييكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا معانا في قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله.